مرحبا بكم في الجزء الثاني من رونديفو نوف لليلة. نذكر الجديد مع قناة التاسعة أنه فما 5 ملايين كاش للربح، ما عليك أن تبعث SMS في حرف A على الرقم 85840 باش تزيد تقوي حظوظك في الربح. أبعث أكثر من SMS باش 5 ملايين يكونوا من نصيبك، يعني SMS نجم تلقى في ديك 5 ملايين كاش يعاونوك على المصروف. SMS فيه حرف A على 85840 من غير حتى مجهود، 5 ملايين يكونوا عندك. حظ موفق للجميع. سعداء جدا باستقبال ضيفنا النائب عن ولاية سليانة سي رشدي الرويسي. مساء النور. مساء الخير، شكرا على هذه الدعوة، ونرجو أن تكون هذه الحصة بداية للحقيقة والإنصاف، الحقيقة لإظهار الحقيقة كاملة، والإنصاف بتدخل السيد الرئيس لإنصاف ولاية سليانة التي عانت ولا زالت تعاني إلى اليوم. شكرا. اليوم معناها يتزامن مع ذكرى متاع أحداث أليمة جدا عاشتها ولاية سليانة، ما يعرف بملف أحداث الرش اللي مازال اليوم يراوح مكانه، ولكن في الأثناء مازال برشا ضحايا يستناو في الحقيقة ويستناو في العدالة والإنصاف. تقرير أمنا سليتي. ما زال مش حاضر التقرير السيد النائب اليوم، معناتها للي يحضر التقرير التاريخ هذايا شنو يعني الأهل سليانة اليوم بعد 12 سنة من الواقع؟ الحدث لا يجب أن يخفي ما وراءه، لأن في الأخر الرش هي كان نتيجة لمطالبة أهالي سليانة بحقهم. نرجع للتاريخ، لكن قبل العودة للتاريخ نحب نوري خريطة فقط من 2024 تاع التنمية في البلاد. ولاية سليانة إلى حد اليوم 20 من المناطق الحمراء التي لم تنصف. هذه هي الأسباب الحقيقية لانتفاضة الرش. وقبل ما نحكي على انتفاضة الرش أعذريني، راني سأتحدث عن سليانة 1990. الولاية اللي انتفضت ضد بن علي وجبروته في تلك السنة، عندما كان الأغلبية يطبلون لذلك النظام الجديد. سليانة انتفضت من أجل حقها في التنمية والتشغيل، وجهت بقمع بوليسي شديد كما اللي صار في 2011. القمع هذا انجر عنه العديد من الموقوفين، هناك من مات تحت التعذيب، هناك من انتحر بعد خروجه من السجن، وهناك من ما زال يعاني اليوم. هو ملف كان يجب أن يضم إلى الملفات الأخرى، لكن سليانة عوقبت من طرف إيديولوجي معين بعد الثورة وقبر هذا الملف. الانتفاضة متاع 1990 سامحني عدتها كان القناة الإيطالية في ظل تعتيم إعلامي كبير، وبقي التعليتين إلى ما بعد الثورة. نرجع لأحداث الرش في سليانة وتقرير أمن سليتي، نتفرجوا ونرجع. إثنا عشرة عاماً مرت على تلك الصور البشعة لعيون منتفخة وأجساد غطتها الندبات وجروح متقرحة، عقد وعامين على مأساة الرش بسليانة، والجرح ما زال غائراً والألم حي وكأن ما حدث كان بالأمس القريب ولم تمر عليه سنين وسنين. أحداث أواخر شهر نوفمبر 2012 بسليانة بدأت بتحركات عفوية لأهالي الجهة احتجاجا على التهميش والبطالة والفقر، وسرعان ما تحولت إلى أكبر مأساة عرفتها سليانة منذ الاستقلال، إذ تم استخدام الرش ضد المحتجين مما خلف 24 إصابة بمناطق مختلفة من جسم لا زال ضحاياها إلى اليوم يتعايشون مع مخلفاتها الجسدية والنفسية، من بينهم 20 إصابة على مستوى العين وعشر حالات حرجة وجبت تدخلات طبية ونسبة سقوط تجاوزت 50% وفق ما قدرته تقارير مصالح الطبية. 12 عاماً والضحايا ينتظرون العدالة ومحاسبة كل من تورط في محنتهم، بداية ممن اتخذ القرار سياسياً، خاصة رئيس الحكومة حماد جبالي ووزير الداخلية علي العريف، وصولاً إلى من نفذ في الميدان وتجرأ على تسليط أبشع أنواع التعذيب في مواجهة محتجين مدنيين. متى يا ترى سيفتح هذا الملف؟ مشكورة زميلة أمنا سليتي على هذا التقرير. ماذا كما قلت لك سي رشدي، اليوم هذا اليوم ماذا يعني لأهالي سليانة ذكرى أحداث الرش اللي عندها توا 12 عام؟ هو ذكرى انتفاضة أهالي سليانة على الوضعية المتردية في سليانة. هؤلاء قدموا أعينهم، قدموا صحتهم، قدموا أجسادهم فداء من أجل تحقيق هدف أسمى، وهو حق سليانة في التنمية في التشغيل.
نكمل لك. قلنا سليانة وشكرا التقرير سهل لي برشا باش نحكيه. سليانة كانت الولاية الثالثة تقريبا التي انتفضت لرفع الحصار على سيدي بوزيد وعلى القصرين في الثورة. شعار الثورة كان الشغل والحرية. عندما وصل من وصل إلى السلطة في 2011 نسى شعارات الثورة وواصل في تهميش سليانة. سليانة كانت متهمة عبر العصور سيدتي من العهد البرجيبي العهد بن علي إلى عهد النهضة إلى العهد متاع البجي، كانت متهمة وحرمت من حقها. هذاك علاش بدأت التحركات من أجل الشغل ومن أجل التنمية. سليانة إلى حد اليوم محرومة من التنمية، راهو عندنا تعهدات وزراء من 2023 لم ينفذ منها شيء. كي نرجع قبل كان الوزراء متاع النهضة الترويكا ومن بعد شنو يمشي يعملوا تصاور في سليانة ويروحوا دون أثر مادي في المنطقة. أعطى أهالي سليانة الطيبين اللي نشكرهم ديما على صبرهم، صبروا على حكومة اللي جت بعد الثورة. قلنا راهي الثورة كان لها برنامج واضح، مخطئ من يقول لم يكن للثورة برنامج. برنامجها لخص في شعاراتها المركزية، شغل حرية عدالة جهوية. عندما تحرك أهل سليانة بعد أن نفذ صبرهم والحكومة اللي جت بين قوسين حكومة الالتفاف على الثورة لم تنفذ أي شيء من مطالب الشارع، بدأ التحرك في سليانة. ده نهار 27 وقوبل بكم من هائل من الكريموجين، الغاز المسيل للدموع. زاد الغاز المسيل للدموع كان جريمة أخرى لأنه كان بريمي، كان منتهي الصلاحية، لم تسجل هذه النقطة، لكن الغاز اللي تضربنا به ما كانش غاز صالح للوحدة. الأخطر من الغاز استعملوا سلاح محرم دوليا للاستعمال ضد البشر، محرم في الأمم المتحدة منذ 1980، رصاص انشطاري. الرصاص الانشطاري أصاب أبنائنا في أعينهم في أجسادهم، ثم شكون تحول أثار الرش إلى سرطان وقضى نحبه، مات من غير ما يأخذ حقه من غير ما ينصف القضاء في الدولة. ثم شكون أصيب بعجز، راني حكيت 90 ناس عاجزة إلى اليوم. كرر السيناريو في عهد النهضة كيما سيناريو قمع سليانة في 90 أول ولاية انتفضت، كيما سليانة كرر السيناريو في 2011، والحمد لله سليانة كانت تقدم نفسها فداء لهذا الوطن من أجل تحقيق الشعارات المركزية اللي رجعنا لها اليوم اللي أهمها التحرر الوطني، الانعتاق الاجتماعي، العدالة الجهوية. الشعارات اللي تبنتها السلطة اليوم، سليانة قدمت أعز ما عندها، أعز أبنائها المناضلين، خرجوا للشارع واجهوا رصاص الشرطة بصدورهم العارية. كاذب من يقول كان هناك حجر مستورد، من مش نستوردوه ولا حجر، نحكيوا الأحداث الرش. أحداث الرش قالوا رانا ضربونا في حجر مستورد، ما معنا الحجر. رغم قيل كانت فضائح تقبح وجه التاريخ، قالوا ضربونا بالحجارة المستوردة، الله أعلم إن استوردناها، قالوا ضربونا بالمولوتوف، كنت حاضر ولم تلقى زجاجة حارقة. رانا لم تلقى زجاجة حارقة وتحدى. شنو اللي صار بالضبط من السيد النايب؟ وين صار الالتحام، النقطة اللي بدأت فيها الأحداث، انفجرت فيها الأحداث؟ أنا باش نعطيك، هو تكذيب لرواية النهضة وقتها. راهو عنا مثلا شيخ أصيب، طيب الكرامتي اسمه، أصيب بالرش في ظهره. راهو قلت لي نقول نحمي في روحه نحمي في مقر، راهو إن ولا ظهره للهروب ما تضربوش، خلي هذا ما كانش مشارك في المسيرة. خرج شاف الدنيا مكلة بعضها، جا رجع لداره، ضربوه بالرش في ظهره فسقط على الدرج متاع داره. الرجل يعاني من عجز. قلنا تحرك أبناء سليانة، صحيح التقط إرادات متعددة، اتحاد له مطالب، لكن الأهم والأهم مطالب الجهة المهمشة. سليانة راهي أكثر الولايات فقرا، راهو في عهد بن علي وقت اللي يقولوا نسبة البطالة 12% و13%، عودوا إلى دراسات الأستاذ الجامعيين، نستشهد بالأستاذ الصديق يقول راهي البطالة في العروسة بلغت في عهد بن علي 50%. تعرفش معناها منطقة محرومة من كل شيء. أبنائها تحركوا بالحق، رانا وتوجهوا نحو الولاية هكا بالطبيعة. هو أين ستتوجه؟ ما نحبوا نفكر مرة ذيك شنو صار. تتوجه لمقر السلطة واضح لتبليغ مطالبك. مع قلت لك اجتماع إرادات متعددة، لكن كلها راهي في صالح الجهة. الوالي لم يتحرك في التنمية، تحرك من أجل التقارير، تحرك من أجل تخضيع الجهة. هو الوالي منتمي لحزب كان منتمي لحركة النهضة. الوالي واضح، الوالي منتمي لحزب معين. واضح، الوالي
أراد أن يسيطر على البلاد، طاح النظام السابق، نعيد إنتاجه بنفس الآليات، أعطينا السلطة تبقى البلاد كما هي. نحن لم نخرج وننادي بالشغل والحرية والكرامة من أجل باش نبقى أولادنا بطالة، من أجل باش يبقى التهميش، من أجل إهدار المقدرات متاع المنطقة. لذلك كانت المسيرة 27، نهار 27 المسيرة الأولى واضح ضرب الرش بصفة محدودة، قلنا راهو الرش محرم دوليا. نهار 28 استعمل هذا السلاح بشكل مكثف. يخرج من بعد رئيس الحكومة شي يقول، يقول ما عاش ثم ديجاج تو في زمن ثوري، راهو مازال النظام السابق كي سقط يريد أن يقبر الثورة كل نفس ثوري، يقول لك ما عاش ثم ديجاج نخرج ناقبا للوالي. فكانت الحركة الرمزية نهار 30 بتاع أهالي سليانة، نحن نغادر وابقوا أنتم في البلد. كانت درس يقدم للمناضلين في كل العالم مش في تونس برك. نحن دافعنا عن وطننا، المدينة تريدونها مدينة أشباح فهي لكم. عيون أبنائنا ذهبت، أحلامهم في الشغل ذهبت، أحلامنا في التنمية ذهبت. لو نحكي لك على ولاية سليانة وأدعوكم لزيارتها، الولاية الوحيدة اللي فيها معتمدية ما فيهاش طريق ربطها بمركز الولاية، الولاية الوحيدة اللي فيها معتمدية ما فيهاش سبيطار، الولاية الوحيدة اللي فيها مستوصف فيه كان شجرة عرعار وترمومتر تمرض من غير ما نكمل. هو الحقيقة أنا نتفهم تأثر السيد النائب، وأنا بيدي الحقيقة كل من ذكر أحداث الرش الحقيقة من نجم كان تأثر، لأنه أنا بيدي ابن الجهة وابن ولاية سليانة معتمدية كسرة تحديدا، وتحية الحقيقة لكل أهالي ولاية سليانة بكل معتمدياتها وبكل قراها وعماداتها. وأعتقد أنه الحقيقة ملف الرش لازال جرح مفتوح في قلوب كل التونسيات والتونسيين. المسألة ما هي جهوية ولا تتعلق بولاية سليانة فقط، ما ينجم حتى تونسي ما يتأثرش، وما ينجم حتى تونسي ينسى أو تسقط من ذاكرته أحداث الرش. سليانة في ذلك الوقت بالحق أحلام قدمت خيرة شبابها، خيرة شبابها، فما اللي عينيهم شاد، فما اللي يعني يعاق على مستوى اليد، على مستوى الساق، فما اللي على مستوى الظهر، معناتها كانت يعني الحقيقة مأساة، مأساة حقيقية بالنسبة لأهالي سليانة ولشباب ولاية سليانة. في ذلك الوقت كان رئيس الحكومة حمادي جبالي، وكان وزير الداخلية علي العريض، وبالتالي كانت حركة النهضة تسيطر على الدولة، تسيطر على أجهزة الدولة، وحركة النهضة من خلال التنكيل بشباب وبأهالي ولاية سليانة أرادت معاقبة ولاية سليانة، لأن ولاية سليانة لم تركع ولم ترضخ لحكم المرشد ولحكم هذه العصابة اللي حكمت بلادنا تيلة العشرية السوداء. وهذا بالأرقام راو بالاحتجاجات وبالأرقام، وحتى من حيث نسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، ومن حيث التصويت لتلك العصابة، لعصابة المرشد راشد الغنوشي، الأهالي سليانة ما كانوش. وهذا ربما يمكن أن نسحبه على كل أهالي ولايات الشمال الغربي، احنا ما كناش مع النهضة وكنا رافضينها، فعاقبتنا حركة النهضة وعاقبتنا حكومة الالتفاف على الثورة كما كان يحكي السيد النائب. هذه الحركة وحكوماتها التي انحرفت بشعارات ومطالب الثورة من شغل وحرية وكرامة وطنية، ولو يضربوا فينا بالرش، معناتها السلاح محرم دوليا، وحتى الرش اللي استعملوه ضد أهالي وشباب سليانة كان حتى منتهي الصلوحية، باش تشوف معناتها قمة الإجرام يعني. في وما زادت تينا بلة في ذلك الوقت هو الاستفزازات المتكررة من طرف رئيس الحكومة في ذلك الوقت، ومن نكد الظهر أنه شد رئيس حكومة على تونس حمادي جبالي ووزير داخليته علي العريض، اللي يطلع يقول لك ما نخرج أنا قبل الوالي والوالي ما يخرجش، ولكن رغما عن أنفه في ذلك الوقت خرج هو والوالي وغير مأسوف عليهم الزوز. في ذلك الوقت من بين زاد الاستفزازات يطلع وزير داخلية حركة النهضة، ما نقولش وزير داخلية الدولة التونسية، الدولة التونسية وتونس أرقى بكثير، ولكن للأسف قوس سيء في تاريخ تونس وتسكر والحمد لله. في ذلك الوقت يطلع علي العريض يقول الحجارة التي استعملها أهالي سليانة مستوردة، وكانوا سليانة معناتها ما فيهاش حجر، هو ظالم ما يعرفش كسرة وما يعرفش مكثر وما يعرفش بعرادة وما يعرفش قعفور وما يعرفش مختلف معناتها المعتمديات والقرى والأرياف نتاع سليانة، لأنه ما يعرفوش البلاد.
هما ناس جاونا من الخارج خرجوا من السجون لأنهم تورطوا مش في قضايا حرية وديمقراطية، لأنهم كانوا إرهابيين كانوا في السجون، وعدد منهم جاءنا من الخارج زرعتهم بعض الدوائر الأجنبية اللي يحكموا في البلاد ويحكموا فينا وينكلوا بينا، ما يعرفوش البلاد. وكان في ذلك الوقت هناك أنا نجم نقول لك أرقى وأروع تعبيرة احتجاجية في تاريخ تونس المعاصر، هذا إذا مش في العالم الكل. قالوا أهالي سليانة وشباب سليانة قالوا لعلي العريض وقالوا لحمادي جبالي فلتحكموا الأشباح، احنا هنا خارجين وبما أنه الوالي أهم منا هنا خارجين وخلي يبقى فيها الوالي متاعكم أنتم. وكانت بالفعل من أعظم وأرقى التعبيرات الاحتجاجية والاجتماعية في تاريخ تونس المعاصر. إذا باش نحكيه سياسيا اليوم راو سليانة وأهالي سليانة خذاو حقهم نسبيا، لأنه رئيس الحكومة حمادي جبالي اليوم في إقامة جبرية، وعلي العريض في السجن ملاحق في عديد القضايا ذات الصبغة الإرهابية. ولكن احنا نحبوا العبيد هذه تتحاسب على معنى ملف الرش أساسا وتحديدا، هذه الحاجة. والحاجة الثانية وانا نحب بكل صراحة وحتى لا نقصر على المؤسسة الأمنية وعلى أعوان الأمن في ذلك الوقت اللي أطلقوا الرش على المواطنين ومواطنات ولاية سليانة، رغم هما في نهاية الأمر المؤسسة الأمنية والأعوان راهم محمولين على الطاعة ومحمولين على تطبيق التعليمات. أنا ما حاشيش بالأمنيين مساكن هذوكم خدموا خدمتهم وطبقوا التعليمات، لكن شكون أعطاهم التعليمات؟ نبداو بوزير الداخلية في ذلك الوقت علي العريض، خلينا نكونوا واضحين معناتها في هذا الجزء الثاني. اليوم نفس المطالب التي انتفضت من أجلها ولاية سليانة لليوم راهي مازالت قائمة الذات. هذاك علاش بيودي اليوم ونستغل حضور السيد النائب معانا باش يعطينا فكرة اليوم على المشاريع المعطلة مثلا في ولاية سليانة. ما فماش مشاريع معطلة في ولاية سليانة؟ أكيد فما. نحب اليوم نحكيو احنا ولاد اليوم سيد النائب، نحبوا نحكيو فيما يهم الآن وهنا جهتنا من مشاريع معطلة، من مسائل معناتها عندها علاقة بالتشغيل، بالتنمية، بالصحة، بالنقل، بالتعليم. نحبوا اليوم معاك نحكيو في هذا لأنه أنت نائب شعب اليوم ونائب عن ولاية سليانة، وأعتقد أنك مطلع معناتها على المشاريع المعطلة في ولاية سليانة. ظهر لي أنا وقت اللي بديت قلت الحقيقة والإنصاف. الحقيقة ذكرنا جزء منها. الإنصاف لشكون؟ ضحايا الرش في سليانة مش هم 420 اللي أصيبوا بالرش فقط، واللي هم أكثر من 420. ضحايا الرش هم أهالي سليانة ككل. برويس، العروسة، كسرة، بوعرادة، الروحية، مكثر، سليانة الشمالية، سليانة الجنوبية، برقو، كل المعتمديات هي مصابة بالرش. لأن ما خرجوش الناس رايح باش تترش، نحن لم نذهب إلى الرش لنضرب به، نحن رانا خرجنا من أجل مطالب عادلة. المطالب العادلة هي حق الجهة، حق الجهة في مشاريعها المعطلة. سرياض قال لي نحكوا على المشاريع المعطلة. سرياض لو نحكوا على المشاريع المعطلة في سليانة 10 ساعات ولن تكفي. أعطينا أمثلة عليها سي رشدي، أعطينا أمثلة على أبرز المشاريع المعطلة في سليانة واليوم تعتقد أنت كنائب شعب اللي هي أولوية اللي اليوم تنظر لها السلطات بعين الاعتبار، خاصة بما أن الحكومة اليوم تشتغل على حلس المشاريع المعطلة والتسريع فيها. أبرزها وأهمها وأكثرها استعجالية سيدتي، لن نستطيع أن نصنف واحدة أهم من الأخرى. فك العزلة، طرقات المبرمجة كلها وإلى حد اليوم لم تتحلحل. كيفاش تحبوا يقع الاستثمار والتنمية في بلاد ما فيهاش كياسات؟ صارت فيضانات المدة الأخرى ولم تصنف المعتمديات اللي ضربتها الفيضانات كمناطق منكوبة اللي كان من حقهم أن تصنف وتوجه إليهم تمويلات استثنائية باش نخرجوا من الحالة اللي كانت فيها. عنا شركة النقل ثم طرقات ولا ترفض وتمشي فيها، تقول لك راني بعد شهرين الكارت تتكسر. طرقات مبرمجة عندها مدة، كما طريق البرامة، طريق اللي برضه يربط برويس سليانة، الطريقة الوطنية عدد 29 في بوعرادة إلى آخره. الطرقات كلها حالة يرثى لها. واضح هذا مشكلة الطرقات. المشكلة الأولى اللي هي الأهم. أي. راهو عندنا شكون حتى من أولاد البلاد حب يعمل مشروع ثم قال لك راني أفلست خاطر معاش لن نجم. مشكلة ربط لأن ثم مشكلة ربط. أي. كلها مناطق معزولة على بعض. ثم. بديت لك راني قلت لك عندنا الحالة الوحيدة في تونس معتمدية. ما يربطهاش مركز ولايتها طريق محترمة ولا طريق جهوية راهي عندنا كان في سليانة. واضح هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في الصحة، عندنا مستشفى مكثر، مستشفى الرئي المكثر المبرمج قداش عنده، عندنا مستشفى العروسة. بالك العروسة
المعتمدية تقريبا الوحيدة في تونس اللي ما فيهاش مستشفى محلي. راني ولد معتمدية، إذا نبدأ ولد معتمدية العروسة باش نداوي يجب أن أتنقل إلى أحد المعتمديات المجاورة اللي ما ثماش راهو نقل يربط بين المناطق هذية بانتظام. معناتها ما فماش النقل وما فماش المستشفيات. دور الثقافة، دور الثقافة نتاع برويس من 2011 وهو مشروع معطل إلى اليوم. دار ثقافة قعفور ما زالت معطلة. في الأخوات نادي الشباب الأخوات إلى اليوم معطل. لو نحكوا عن المشاريع المعطلة رانا ماناش باش نخرجوا من الحلقة هذه. لكن مهم لأنه كما قالك رياض تويكا هي حديث الساعة. لكن حبيت نحكي في حاجة أهم. أي شنية؟ ما عادش عندنا برشا وقت سيد النائب. ثمش مشاريع فلاحية مثلا معطلة تتعلق بالاقتصاد. في ثلاثة دقائق باش نقول الحل السليم. باهي تفضل. راهو الشركات الأهلية حل. لكن يجب أن يأخذ خصوصية المنطقة. أي. الدولة راهو الدستور يقول لك تعايش بين قطاعين العام والخاص. الدولة يجب أن تعود للاستثمار. أي. على الأقل في حاجتين في القطاع الفلاحي. راهو الاتجاه العالمي الجديد للزراعات المائية. الزراعات المائية الهيدروبوني اللي هو راهي الماء في سيرك الفرمي ما ثماش تبخر، ثم إنتاج كبير يكفي لو طبق المشروع في ولاية سليانة سنحقق الاكتفاء الذاتي في تونس ككل. قيت الولايات خلوها فائض للتصدير مثال. في شنو؟ في الزراعات الكبرى ولا في زراعات أخرى؟ شوف الهيدروبوني نجم تزرع فيها الشعير وتعمله كأعلاف. نجم تزرع فيها مختلف الخضروات والعديد من الزراعات حتى الورقية كل شيء. أي معناها لو ينفذ في سليانة راهو كي نقولوا 6 هكتارات في زراعات المائية راهي ضيعة كبرى. رانا تخرجونا من جوع الأرض معناها اللي الناس معناها تعتقد اللي باش نعمل مشروع فلاح في سليانة في شركة أهلية زين 300 هكتار. لو نمشوا للزراعات المائية رانا قادرين نعملوا 1000 شركة أهلية رقابة الدولة ترجع لإحياء الضيعات الدولية. عندنا ضيعات دولية لو ترجع الدولة لاستغلالها كما محسن الإمام كما الضيعة نتاع أبو عرادة إلى آخره راهي قادرة ترفع بالاقتصاد. غير الزراعات المائية ثمش صناعات، ثمش صناعات تحويلية غذائية مثلا ولا حاجة. راهو منتوجنا لا يصنع هناك، تزرع القمح ما عندكش لا معمل نتاع سميد. لا لا على الدولة كي بعد ايش قلت الدولة ترجع للاستثمار تركز صناعات تكون قاطرة للاقتصاد. وقت اللي تعمل لنا معامل تحويلية الغادي راهي الفلاحة ستتحرك بطبيعتها. مش نزرع في كسرة وما نلقاش وين نروش وبعد عامين نسكر مشروعي. تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار. قلنا الدستور يقول التعايش بين القطاعين العام والخاص مع فرض قانون اللي يربح الغادي راه يجب ان يوظف جزء من الارباح في المنطقه ولا في البلاد في تونس ما عندك كما صاير في الدول الاخرى. راه القانون موجود في برشا دول. ربحت ما عندكش حق تخرج ارباحك الكل، وضع اعاده توظيف جزء من الارباح ولا تحب تخرجه في جزء اخر تنجم تشري به منتوجات من المنطقه ذيك. سليانة راهي منطقه سياحيه عظيمه. صحيح. لو عندنا حمام السخون قادر ان يكون محطه استشفائيه. اي وعندنا مدينه اثار مكثر العظيمه مكتريس العظيمه العظيمه راهو مكثر. وقت اللي يقول عليها شر البيكار توقفت فيها الحياه فجاه. التوقف الفجئي للحياه راهو يعني حفظ المعلم، ما ثماش بلاصه محفوظه كما مكثر. السياحه البيئيه عندنا عين الذهب، عندنا من اجمل الغابات في تونس جبل السرج غير جبل السرج. لو نتحدد لك المناطق الطبيعيه الموجوده في سليانة راهي من أجمل ما وجد على الأرض. هي جنة أهدرت وأهملت، هي جنة عوقبت عبر العصور من عهد بورقيبة بن علي للنهضة العهد الباجي باتهامات مختلفة، لكن الحمد لله كل الاتهامات هي شرف على صدورنا. اتهمنا باليوسفية، اتهمنا بالمعارضة، اتهمنا باليسارية، لم تكن تهم لتمس منا لكنها كلها شرف لأنها تهم تحب النظام يتبرى من التنمية في سليانة باش تبقى كما هي. لكن سليانة قادرة أن تكون ضمانا للأمن الغذائي، قادرة أن تكون قادرة للصناعة. المناجم مسكرة عنا سامحني باش نكملها. راسلت الوزارة حول منجم فج الهدوم مثلا تنمشي لك للباقية. تلقيت إجابة ما حبش نقولها الحق. المنجم هذا في 2018 زادة ثم وزير جاء غادي صور بحذاه قال الطريقة تخرب، المدرسة في فج الهدوم سكرت. من المضحكات المبكيات يبعثوا لها وقتها فام دوميناج باش تخدم فيها والمدرسة مسكرة. سليانة راهي تنتظر انصاف رئيس الدولة رأسا. واضح. ان تدخل رئيس الدولة. علاش المناجم؟ المناجم بالحق منجم قادر يحكي لك عليه رصاص وزنك. طاقته التشغيلية 300 واحد ورصاص اصبح مطلوب في الساحة الدولية. علاش ما جاش؟ خاطر
الصناعات نتاع الكهربائيه تو نتاع السيارات الكهربائيه الى اخره يعتمد على الرصاص بشكل كبير في البطري. علاش نعملوا حاجه ملوثه استخلاص الرصاص من البطريات معناه ولوثت عدة مرات. علاش ما يحلش المنجم معناه شنو المانع؟ والله ما انا قلت لك ما نحبش نقول. وزاره الصناعه والمناجم قالت لي ننتظر دراسه بيئيه محينه، راسلت وزاره البيئه قالت لي لم اتحصل على اي مراسله ولا على اي طلب. واضح. شكرا لك. شكرا على صبركم. شكرا لك. تحيه اخرى من اهالي سليان الطيبين الذين ينتظرون تدخل عاجل لانقاذها. شكرا لك سي رشدي رويسي النائب البرلماني عن ولايه سليانه. فاسر ونرجع نستقبلوا ضيوفنا.